هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير، اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. أصدقاء أبو نهال، أطلب فزعتكم، أتمنى أنكم تدعموني في السناب شات ويعطيكم العافية. تغطيتنا اليوم لسيارة MGHS موديل 2020 الجديدة كليا، بديلة MGGS، والسعر التقريبي للسيارة 86,000 ريال، غير شامل ضريبة القيمة المضافة والنقل إلى آخره. وتعتبر هذه السيارة فرد جديد بعائلة MG، وأسرع وأقوى سيارة بفئتها، حيث أن الشركة صنفتها كسيارة ذات أداء رياضي. طبعا كالعادة راح أصور لكم تجربتها في خطوط السفر والصرفية وكل شيء بقناتي الرئيسية فلوجات أبو نهال. السيارة تيجي منها فئتين، فئة النص فل وفئة فل أوبشن، نفس اللي معنا. لو تلاحظون التصميم الأمامي فيها شبه كبير لإم جي 6، خاصة الشبك العملاق بتصميم الدايمون. الإضاءات فل LED، طبعا هنا العدسة عالي واطي، وبعدين عندك هنا خط ليد نهاري، ونفس الوقت هنا عندك ليد نهاري زي ما شفتوا، حركة ترحيبية. والخط هذا مجرد ما تشغلون الإشارات بيصير بالشكل هذا تتابعي. وعندنا الكشافات هيلوجيني. ونجي للمحرك، أول شيء الكبوت ينفتح بالمساعدات، شيء جميل. وهنا الآزل، شوف هنا كيف تفتح الكبوت عن طريق المسكة هذه. وبالنسبة للمحرك، 4 سلندر TGI 2 لتر تيربو، يولد 220 حصان والعزم 360 نيوتن متر، ومرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات ودفع رباعي. نجي للجانب، عندنا الجنب بقياس 18 إنش والكاليبرات باللون الأحمر، سواء الكاليبرات الأمامية أو الخلفية، والكفرات من شركة ميشلان، والمراية الجانبية فيها إشارة LED، وأيضا إضاءة ترحيبية تحت المرآة زي ما انتم شايفين، ما شاء الله إضاءة قوية جدا. وتطعيمات كروم على حافة الأبواب زي ما انتم شايفين، ممتد بالطريقة هذه. ومقابض الأبواب الأربعة فيها خط كروم مع لون السيارة، وأيضا الدخول الذكي للأبواب الأمامية. طبعا هنا زي ما انتم شايفين فتحة سقف بانورامية، وأيضا السلة الجانبية مطعمة بالكروم. طيب هنا بالخلف عندنا زعنفة القرش، والإضاءات الخلفية كلها فل LED، حتى الإشارات زي ما تشايفين تتابعي. والريوس هنا بالأصفر، وأربع حساسات خلفية، وكاميرا خلفية أيضا، وإضاءة اللوحة باللون الأصفر. وتفتحون الشنطة من هنا، طبعا كهربائية زي ما تشايفين. وهنا المساحة الخلفية، وتقدر تثنون الصف الخلفي هذا عشان تاخذ مساحة أكبر. وهنا إضاءة ليد للشنطة الخلفية. وتحت هنا زي ما انتم شايفين الجنط عبارة عن كفر صغير، وكذا تغطي السبير. طبعا الشنطة تقفل بشكل كهربائي، ضغطة واحدة كذا. وتقدر تتحكم بزاوية فتح الشنطة عن طريق الشاشة الوسطية. طبعا عندنا شكمانين حقيقية، وهنا لمبة الضباب لمبة واحدة صغيرة. طبعا وكيل السيارة في المملكة العربية السعودية شركة تاجير، مجموعة تاجير. وتانك البنزين جاي جهة السائق 55 لتر. طيب نبدأ من الخلف، عندنا هنا الباب رابر حلو، 80% داخلية السيارة مواد ناعمة جلود ورابر. هنا جلد مطرز بالخياطة زي ما تشوفين، هنا جلد. طبعا هنا سماعة، طبعا السيارة النظام الصوتي عادي، بس السماعات من شركة بوز. عندك النوافذ الأربع كلها أوتو، أيضا هنا ملبس بالجلد مع تطريز. هنا بلاستيك، بس المنطقة هذه بلاستيك. وهنا السماعة محددة بالكروم. طبعا فيه إضاءات محيطية لو تلاحظون مخفية، 44 لون. هذه الداخلية، المقاعد الخلفية عبارة عن قطعتين، الجلد ناعم جدا زي ما انتم شايفين. هنا كانتارا، طبعا عندنا 3 مساند تقدر تتحكمون. ونفس الوقت عندنا هنا مسند وسطي، شوفوا الفخامة كيف. هنا ملبس بالقطيف، وهنا جلد مع تطريز خياطة، وأيضا هنا كوب هولدرز بالطريقة هذه، تصميم ولا أروع. طبعا هنا التخشيب جاي زي الألمنيوم كذا، وأيضا تقدر تقفل بالطريقة هذه. حلوين، شوفوا الآن المسافة
وهنا منطقة تخزين. شوف تصميم المقعد كيف جاي، ما شاء الله شغل مرتب. طبعا هنا عندنا التكييف الخلفي ومنفذين USB لشحن الجوالات. هنا عندك تنقية الهواء، في زر هنا لو ضغطت الزر هذا كذا خلاص تعلق على الزر. شو اسمه الصوت، يسوي تنقية للهواء الداخلي، كل الإضاءات الداخلية LED باللون الأبيض. طيب من منظور الركاب الخلفيين شوفوا، طيب الآن نجي لباب الراكب، نفس التفاصيل نفس الإضاءات موجودة. حلوين، هذا شكل الباب جهة الراكب، شايفين هنا النقط العمياء. الشيء الجميل ايش، انه المقاعد الامامية كلها بتحكم كهربائي. شوفوا كيف شكل المقاعد، ما شاء الله تبارك الله. طبعا هنا وهنا كنتارة، هنا الجلود ناعمة جدا في السيارة هذه. طبعا شوفوا شوفوا ركزوا معي، احنا قلنا هنا ربر، حتى الطبلون ربر، ترى مو بلاستيك اوكي، ربر. شوفوا كيف ناعم، وهنا على شكل تطريز. طبعا السيارة فيها ارباقات محيطية، حلوين. وايضا هنا المنطقة هذه ملبسة بالجلد مع تطريز، هنا بلاستيك، واهم شيء ايش، في اضاءة في الدرج. والمنطقة هذه هنا بلاستيك، لكن المنطقة هنا الكونسول الوسطي ملبس بالجلد زي ما انتم شايفين بالشكل هذا. بالنسبة للشاشة الوسطية هذه تدعم اللمس، ابل كاربلاي، اندرويد اوتو، وقياس الشاشة هذه 10.1 انش، وفتحة التكييف بالطريقة هذه مع تطعيمات كروم وبيانو بلاك. وهنا اختصارات للشاشة، طبعا التكييف تشغلون عن طريق اللمس. نحط درجة واحدة بس عشان ما نزعجكم. في ايش، تسخين للمراتب الامامية، ما في تبريد، ملاحة. ما شاء الله نظام الملاحة في عدة ثيمات واشياء. ومن ضمن الاشياء المميزة في الملاحة هنا عندنا الاعدادات، هنا ايش، تنبيه السرعة، رادار تخطي السرعة، حلو، تلقائي. او انت تقدر تحدد مثلا سرعة الطريق ذا كم، 100 مثلا، تقدر هنا تحدد تحط 100 عشان السيارة تنبهك. اندرويد اوتو وابل كاربلاي، ابل كاربلاي كذا اول ما تضغطه بتطلع لكم الصفحة الرئيسية تبع ابل كاربلاي. غير كذا عندنا الاعدادات هنا، الاعدادات هنا اعدادات الصوت، الراديو، الوقت، البلوتوث، العرض. لو ضغطنا على السيارة هنا المساعدة في القيادة، مساعدة قيادة خلفية، وظيفة الكشف عن النقط العمياء لتغيير المسار، نظام تنبيه مرور خلفي. المهم هنا الملائمة ايش عندنا، اعدادات الاضاءة المحيطية، اول ما تضغطه تقدر تختار اشياء كثيرة، يعني مثلا تبي تقفل او تشغل، وبعدين تبغى وضع الاضاءة تشغيل تلقائي، تلقائي يعني كل شوية لون جديد. التحكم في الاضاءة، تبغى لون مخصص تثبت على لون معين تختار من هنا اللون اللي تبغى. الاحمر ما شاء الله مرة يكون واضح. طيب نحط مثلا أزرق، أزرق، شوف الأزرق كيف برضو أظن واضح صح؟ إيش رأيكم؟ أو على حسب وضعية القيادة، وضعية القيادة أول ما تحط على وضعية القيادة عندك في بعض الألوان مبرمجة، مثلا أزرق في الوضعيات العادية، وإذا ضغط على سوبر سبورت الإضاءات تتحول باللون الأحمر. بعدين عندنا هنا كذا منفذ USB، منفذ أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وبعدين 12 فولت الجير، 6 سرعات، دفع رباعي. هنا تفتح الشنطة كهربائيا، وهنا تفعل ميزة إيقاف المحرك أثناء إيقاف السيارة، وهنا الدفلوك، وهنا عندك المثلث الفلاشرات، وهنا درايف مود، وهنا عندك المساعدة في نزول المنحدرات، بريك الإلكتروني وأوتو هولد، هنا في منطقة تخزين، وهنا حاملات الأكواب. الجزء هذا مطعم بالبيانو بلاك، وهنا مطعم بالكروم مع تخشيب معدني. كما قلت لكم الدرج هذا، ونفس الوقت هنا ايش فيه، ثلاجة، مش ثلاجة 100%، وإنما ايش
تمديد لمجرى التكييف هنا، فيمديكم تقفلوا كذا، واذا ضغطتوا على او دفتوا على هناك بتفتح الفتحة عشان تبريد للمرطبات والاشياء اللي بتحط هنا ان شاء الله. وايضا لو تلاحظون في تسخين للمرايات. طيب نجي لتفاصيل باب السائق، نفس التفاصيل اللي هناك ما عدا ايش، هنا عندك التحكم بالنوافذ الاربع كلها اوتو، وهنا تأمين النوافذ الخلفية، وهنا صفط المراية، طبعا المراية تتصفط اوتوماتيكيا، وهنا التحكم بالمرايات، وهنا القفل المركزي، هنا فتحة سقف بانورامية، شوفوا الإضاءات هنا LED حلوين، وفيه بيت النظارة تمام. هنا التحكم بالستارة، وهنا فتحة سقف، خلينا افتح لكم الفتحة كاملة تشوفوا. طيب وكذا نقفل، والزر الثاني للستارة. بعدين هنا عندك الشماسة شوفوا، وفي إضاءة أيضا LED ما شاء الله، الداخلية كل شيء LED. طبعا في مراية. الديكور هذا تصميمه جميل جدا، أسود مع كروم، جاي شكل مرة راقي. طبعا هنا تشغل الإضاءة يمين إضاءة يسار، وهنا تشغل الإضاءات كلها، وهنا تفعل تشغيل الإضاءات أثناء فتح الأبواب، وحتى هنا نفس الشيء المراية بدون إطار فريمليس، المراية فيها تعتيم تلقائي. نجي للدركسون، عندنا الدركسون ملبس بالجلد ومطرز بالخياطة، هنا سادة وهنا منقط. يمين الدركسون عندنا التحكم بالمساحات، وبعدين عندنا مبدل السرعات زايد وناقص، ونفس الوقت عندنا هنا التحكم بالشاشة اللي هنا عبارة عن طبلون حلو. هنا عندك فولت بطارية، وهنا عندك ضغط الإطارات، معلومات الاستهلاك، ووقت قديش لك شغالة السيارة وكذا. وهنا الأوامر الصوتية، هنا المفضل أول ما تضغط، أنا حاط المفضل على أبل كار بلاي، فبتجيكم صفحة أبل كار بلاي. صوت البوري إن شاء الله ما نزعج الناس، هذا صوت البوري. هنا على اليسار تزود وتنقص، تتحكم بالمسارات، تكتم الصوت، وهنا الميديا، وهنا رد ورفض المكالمات. وعلى يسار الدركسون عندنا التحكم بالإضاءات، وفي لمبة الضباب الأمامية والخلفية، وكذا نقفل، وفي أوتو بالنسبة للإضاءات. وهنا عندك مثبت السرعة، المثبت هذا شرحت أكثر من مرة لسيارات MG. وهنا عندنا التحكم بالإنارة الأمامية بشكل يدوي، ترفع وتنزل، وهنا في منطقة تخزين زي الدرج. طبلون هنا عبارة عن شاشة بقياس 12.3 إنش، تقدر تتحكم بالسطوع، وتقدر تخصص هنا سرعة الطريق، معلومات الصيانة، شكل السيارة. إذا شغلنا الفليشرات وإذا شغلنا اتجاه واحد الإشارات تصير تتابعية، إذا شغلنا الإضاءات بدون إشارات ولا شيء بالطريقة هذه، خلف بالطريقة هذه، وهذه الإضاءات المحيطية. أربعة وأربعين لون، وهذه الإضاءات في السقف LED طبعا. شوف حتى بالخلف هنا فتحة سقف بانورامية، وأول ما تفتح الباب كذا هنا الإضاءات. أيوه بحاول أصور لكم الإضاءة الخارجية، هنا الإضاءة كيف الإضاءات، وكذا لون الطبلون، كذا لون الشاشة. طيب الآن في الظلام شوفوا الإضاءات المحيطية، هذا اللون الأحمر على وضعية سبورت بلس حلوين. فكذا وصلنا نهاية التغطية، أتمنى التغطية نالت على إعجابكم، وأعتذر إذا طولت عليكم. ما أقول لكم سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وكن مبتسما دائما في أمان الله.